طيب نطمن بقى على استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش، ونشوف كل التفاصيل وكواليس مران اليوم اللي ابتدى من دقائق قليله. نروح سريعا لاستاد مختار التتش مع زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي والمتواجد هناك، علشان نطمن من خلاله على كل ما يتعلق باستعدادات الاهلي الاخيره لمباراه الغد وكمان للمباريات المتبقيه في بطوله الدوري. يا توفيق اهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي الترند في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا كده وطمن كل جماهير النادي الاهلي على اخر استعدادات الفريق لمباراه الغد يا توفيق. يعني في البدايه يمكن اللاعبين حضروا مبكرا جدا النهارده، كان التجمع الساعه 3 وكان في محاضره بالفيديو في تمام الرابعه، استمرت نصف ساعه انتهت في الرابعه والنصف. مستر موسيماني طبعا اتكلم فيها عن مباراه الجيش واهم مفاتيح اللعب وطريقه لعب طلائع الجيش والشكل اللي هيقابل بيه النادي الاهلي غدا ان شاء الله في مباراه الجوله 31 امام الجيش باستاد الجيش بالسويس زي ما ذكرت يا امير في 9 مساء. يعني مباراه مهمه، مستر موسيماني اتكلم عن كل الجوانب الخططيه او الفنيه لفريق طلائع الجيش خلال المحاضره. بعد كده اللاعبين بداوا ينزلوا الملعب في تمام الخامسه والربع، يمكن كان في محاضره مطوله جدا من الكابتن صلاح حفيظ داخل الملعب مع اللاعبين، كانت محاضره بشكل كبير جدا يا امير، محاضره تحفيزيه، محاضره كان بيتكلم فيها كابتن صلاح حفيظ عن تاريخ النادي الاهلي ومواقف النادي الاهلي وقد ايه النادي الاهلي في مواقف كانت اصعب من كده وقدر يحرز بطولات، ودي طبيعه النادي الاهلي وطبيعه كل اللاعبين اللي مروا على مدى العصور يعني المتقاربه والمتباعده على النادي الاهلي وفازوا ببطولات في ظروف اصعب من كده. كان التاكيد كمان من مستر موسيماني في نهايه المحاضره اللي كانت في الملعب على ان احنا لينا هدف واحد، ما بنبصش على اي حد، احنا امامنا اربع مباريات ان شاء الله نفوز ونحرز بيهم الاربع مباريات يكون احراز الفوز متاح فيهم، وبعد كده يعني زي ما بنقول ان عدم التوفيق او اللي تخلى عننا او التوفيق اللي تخلى عننا في مباريات كتير يعني باذن الله يكون معانا في المباريات القادمه، وفي حاله تحقيق الاربع مباريات تحقيق الفوز فيهم ده يكون بشكل كبير جدا ان شاء الله ربنا يكون رايد لنا ببطوله الدوري في حاله تعثر المنافسين. لكن كابتن صلاح حفيظ كان بياكد على كلمه واحده يا امير، ان احنا بنبص قدامنا، النادي الاهلي بيبص لنتائجه فقط، مالناش دعوه باي نتائج فرق اخرى، احنا مركزين في هدفنا واحراز ال 12 نقطه المتبقيه في عمر الدوري في الاربع مباريات القادمه. يمكن التمرين ابتدى في تمام الخامسه الا الربع، كان طبعا ابتدى ببعض التدريبات البدنيه الخفيفه طبعا نظرا للضغط والحمل العالي اللي اللاعبين محملين بيه خلال موسم طويل جدا من اللعب والاجهاد. وبعد كده كابتن صلاح حفيظ تم اغلاق المران بالكامل سواء امام وسائل الاعلام الموقع الرسمي للنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي او حتى كمان الاعضاء المتابعين للمران هنا داخل فرع النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره. اجواء اكثر مراعاه يا امير في التدريب ان شاء الله، ان شاء الله يعني تبشر ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز في الاربع مباريات القادمه، والنادي الاهلي زي ما تعودنا دايما يا امير كنا في ظروف اصعب من كده والحمد لله ربنا كلل مجهود اللاعبين والفريق بالنجاح واحرزنا الالقاب في النهايه. كمان يمكن اكثر من لاعب وكان التركيز قبل المران وكلام مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي في المباراه الاخيره لما اتكلم وقال ان انا بفضل ان انا اكون فريق مجهد مع الفوز بالالقاب احسن ما اكون فريق مرتاح مش مجهد ومعيش القاب. يمكن التمرين النهارده كامل العدد باستثناء محمد شريف طبعا الغائب للاصابه، اتكلمت مع دكتور احمد ابو عبله عشان اطمن عليه، قال ان شاء الله بعد مباراه طلائع الجيش هيتعمل اشعه اخرى لشريف ان شاء الله في حاله الاطمئنان عليه والاشعه تكون نتيجتها مبينه ان الشد الحمد لله بقى احسن، هيبدا من يوم الاربعاء ان شاء الله يخش وياخد تدريبات خفيفه مع الفريق. لو لا قدر الله لسه الاشعه مش مبينه التئام الاصابه هيبقى في يعني فتره ثاني من التاهيل فيها. جميع اللاعبين موجودين، حسين الشحات بطمنك عليه بس بعد النقطه دي بعد اذنك يا توفيق، معلش هي نقطه محمد شريف لان البعض قال ان الموسم بالنسبه له او خلاص الدوري بالنسبه له انتهى، هل الفرص ما زالت قائمه لمحمد شريف بخصوص اللحاق حتى باخر مباريتين في بطوله الدوري ولا الموضوع لسه صعب جدا على محمد شريف لان احنا عارفين ان العضله الخلفيه بتبقى اصابه يعني رخمه شويه بلغه الكوره يعني. من خلال حديث يا امير بمنتهى الامانه الحديث بنقله نقلا زي ما حصل بالظبط مع دكتور احمد عبله، هو دكتور متفائل جدا بالمناسبه كويس. بس الراجل مش عاوز يقول كلام قاطع برضه علشان ما يبقاش فيه تعلق من الجماهير، لكن هو قال لي ان البرنامج سير بشكل اكثر من رائع. خلي بالك كمان يا امير ان الجهاز الفني بمجرد ما اللاعب اشتكى خرج فورا من ارض الملعب في مباراه الاسماعيلي، يعني ما تمش الصبر عليه، لا خرج فورا عشان الاصابه زي ما انت قلت اصابه رخمه جدا. فلا بالعكس الدكتور احمد ابو عبله متفائل جدا، قال لي بس هنعمل اشعه ثانيه ان شاء الله بعد مباراه الجيش إن
ان شاء الله نطمن من خلال اشعه هيكون موجود في التمرينات، هياخد بعض التمرينات الخفيفه يعني ان شاء الله، يعني على اكثر تقدير هيكون حتى الشريف موجود ان شاء الله اخر مباراتين او اخر مباراه يا امير. لكن بشكل عام دكتور احمد ابو عبله طمنا عليه، يتبقى بس الاشعه علشان يبقى الموضوع قاطع بشكل كبير. بدري بانون كمان حابه اطمنك عليه، بدري بانون بيشارك بشكل طبيعي جدا من بدايه المران مع اللاعبين، محمود متولي موجود في المران، كابتن وليد سليمان احد الاعمده الرئيسيه وعناصر الخبره في الفريق موجود من بدايه المران، حسين الشحات الحمد لله زي ما بقول لك كام يعني العدد كامل في التمرين باستثناء محمد شريف، ويمكن كمان كان في غياب لمصطفى شوبير وسعد سمير، طبعا الحمد لله ما بيشتكوش من اي حاجه بس ده كان باذن من الجهاز الفني لارتباطهم بعض الامور الشخصيه، لكن باستثناء كده الحمد لله الفريق كامل العدد. لا ينقصنا ان شاء الله الا توفيق ربنا، ان شاء الله نحقق 12 نقطه بغض النظر عن نتائج المنافسين. وزي ما بقول يا امير يعني زي ما بنقول كده بلغه الكوره، زي ما الكوره اخذت منك في مباراه كنت انت الاقرب فيها بالفوز، يعني قادر ربنا وزي ما شفنا في الكوره كتير جدا ان يرجع لك تاني التوفيق عن طريق نتائج الفرق الاخرى ان شاء الله، ونحقق بطوله غاليه جدا على جماهير النادي الاهلي، ويبقى عهدنا دايما بالنادي الاهلي الفوز بالبطولات ان شاء الله باذن الله. طب هسالك سؤال مهم قوي يا توفيق، وهو بخصوص سفر الفريق للسويس، وبعد ما هيخلص ماتشه باذن الله على خير مع طلائع الجيش هيبقى عنده ماتش تاني في اسكندريه يوم الجمعه مع المصري، هل في اتجاه عند الجهاز الفني ان هو يسافر من السويس لاسكندريه، ولا هيرجعوا على القاهره الاول وبعد كده يروح على اسكندريه، ولا لسه لم يتحدد القرار بعد يعني؟ لم يتحدد القرار بعد يا امير، لكن اعتقد كمان هيبقى فيه صعوبه انك تسافر من السويس دايركت على طول على اسكندريه، خاصه ان القاهره في النص، فهيبقى الاقرب زي ما اتعودنا في المباريات الماضيه. يمكن النادي الاهلي مر بالموقف ده يا امير اكتر من مره في الموسم دوت، وده الناس يعني الناس بتتجاهله او مش عاوزه تذكره، لا النادي الاهلي مر بالموقف ده اكثر من مره هذا الموسم، وزي ما بنشوف الاجهاد والتعب باين على اللاعبين طبعا جدا. يمكن مستر موسيماني زي ما انت شفت بيلجا كتير جدا ان بعد الماتش الاخير مستر موسيماني ادى يوم راحه مع ان مفيش وقت، بس اللعيبه فعلا حمل بدني قوي عليهم جدا مع السفر، كمان انت داخل على مرحله مهمه زي ما تقول ثلاث مباريات بثلاث سفريات وسفريات طويله، انت بتتكلم السويس وبعد كده اسكندريه وبعد كده الجونه، فاعتقد ده مش موجود في اي دوري في العالم. لكن ان شاء الله يعني زي ما بنقول توفيق ربنا اهم من كل حاجه، وان شاء الله يكون معانا، وان شاء الله يكون النادي الاهلي متوج ببطوله الدوري هذا العام باذن الله. ان شاء الله يا توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي، واللي قال لنا كل التفاصيل اللي بتتعلق باخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه الغد امام طلائع الجيش. ان شاء الله نتمنى للفريق كل التوفيق.